جبس هما يعطونا طبق شفلاتة وخبز يابس، مش معقولة ضل يحب نقر في قفصة لان ليش حتى كان قلت في الكتاب هنا المد بيضرب فينا نعرف ولا يعذب فينا 10 سنين مازلت ما قريتش انا نعرف كل نهز في كرتابي في قذاري نلبس في طبلية نفس بروحي نقرا شي بكي يا ذرة نقرا في قفصة عنده